السلام عليكم ورحمة الله، تنتمناكم تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. سعيدة بلقياكم. اليوم غنشارك معكم وجبة عشاء كتجي هائلة، سهلة في التحضير، والأهم أنها كتجي بنينة بزاف وغير مكلفة. على بركة الله نحضر معكم هذه الوجبة. على بركة الله، أول حاجة كنبدا بها عندي هنايا الخضرة، مفورة ولا مسلوقة؟ أنا سلقتها، وأنتم على حسب أش كيعجبكم تقدروا تفوروها ولا تسلقوها. عندي 4 ديال البطاطات و 3 ديال الكوسات او الكورجيت او الكراع خضراء و 4 ديال الخزوات صغار. صافي، هنايا كنبدا كنحك الخضره في هذا الحكاكه الغليظه، ونحاول ما نمعكهاش بزاف باش ما تعجنش، باش تبان الخضره. صافي، كنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الخضره اللي عندي. وفي واحد المقيله غنضيف واحد البصيله كبيره مقطعه على هذا الشكل، على شكل طولي، ولا جوج صغار. وغادي نضيف عليه واحد السدن تاع الدجاج مقطع على هذا الشكل حتى هو على شكل طولي. وانتم على حسب اللي متوفر عندكم تقدروا تضيفوا لها دند ولا الكفته. وغادي نزيد عليه شويه تاع القرقوم وسكنجبير، قزبور اليابس، والفلفل الاسود او البزار، وشويه تاع الملح. وواحد الملعقه تاع مطرد. وغادي نضيف عليه زيت الزيتون، وغادي نردو فوق النار معيله حتى تنزل البصله وتطيب الدجاج. والخضره هنايا بعد ما حكيتها غادي نضيف ليها واحد شويه نتاع الملحه وشويه نتاع البزار وشويه نتاع الفلفله حاره. صافي، هنايا الدجاج كنردو فوق البوطه تكون معيله شويه، ونخليه حتى تنزل البصله وتطيب الدجاج. صافي، هنايا الدجاج كما كتشوفو مرة كنحركو حتى كتنزل البصله مزيان وتطيب الدجاج. صافي، هنايا بعد ما طاب الدجاج من بعد غادي نضيف ليه واحد شويه تاع الصلصه الحاره، والحار ديما كيبقى على حسب، كيبقى اختياري، اللي ما تاكلش الحار ما يديرش الحار. نضيف غير واحد شويه وغادي نخلطو، وغادي نحركو شويه نقفالي. صافي، هنايا راه الدجاج طاب. وفي هاد الأثناء كنطفي على الدجاج وكنخليه جانبا باش يبرد، وكندهن واحد المول اللي كيدخل الفران بواحد شويه نتاع الزبده. وهنايا الخضره ضفت ليها واحد شويه نتاع الملح وشويه نتاع البزار وشويه نتاع الفلفله حاره، وغادي نزيد عليها 3 ديال البيضات. ومن بعد غادي نخلطها مزيان، غادي نجانسها مع البيض مزيان. نحاول نخلطها غير بشويه باش ما نعجنهاش بزاف، باش هكا تبان الخضره. هنايا بعد ما خلطت الخضره مزيان، من بعد غادي نضيف نصف ليمون، وغادي نخلي نص حتى نضيف الدجاج.
صافي هنايا كنسرح الخضره مزيان في الليمون، ومن بعد غادي نضيف الدجاج. ومن بعد كنضيف الدجاج مع البصله. وتنعاود نسرح الدجاج فوق الخضره. تنسرحوه على هذا الشكل، ومن بعد تنعاود نضيف عليه الخضرة. وتنعاود نسرحها. صافي هنا غادي ندخلها للفران، ما كتاخذش الوقت وكتجي زوينة. صافي هنا الا بغيتي تضيفو الفرماج ضيفوه، الا ما بغيتيش تضيفوه بلاش، راه كتجي زوينه بلا فرماج. صافي كنقادها بهاد الشكل. صافي غادي ندخلها للفران، وراه كتجي زوينه بلا فرماج. اللي بغى يدير الفرماج يديرو، ما كاينش مشكل. هنايا الخضره بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه، كتجي محمره بلا فرماج وكتجي بنينه بزاف. حتى الدراري الصغار اللي ما كتعجبهمش الخضره بهذه الطريقه غادي ياكلوها وغادي تعجبهم، كتجي زوينه. صافي وكنقطعوها كتجي على هذا الشكل. المهم راه كتجي رائعه، كتجي بنينه وصحيه، كتجي كوجبه عشاء سريعه وبنينه. وها كيفاش تجي الخضره، كتجي على هذا الشكل، راه كتجي رائعه وبنينة وغير مكلفة. تنتمنى تنال إعجابكم مشاهدين الكرام، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.